السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هقول لكم معلومة جديدة جدا، إن إحنا عايشين على كوكب الأرض. طيب، كوكب الأرض فيه بعض المشاكل اللي إحنا ممكن نساهم ولو جزء بسيط. عارف أنت لو عملت اللي عليك حتى لو واحد على 100 مليار، بس بتبقى حاسس براحة نفسية. يعني على سبيل المثال، موضوع مثلا لكاس البلاستيك، كل ما تشيل حاجة تاخد كاس بلاستيك كتير وترمي كاس البلاستيك في الزبالة، بتترمي في الصحراء او تروح في اي مكان، ساعات الحيوانات بتاكلها وتضرب منها كتيرة جدا. فاحنا بنحاول على قدر الامكان ما نستهلكش اكياس بس كتير. الكيس بس لو استخدمه اكتر من مره، يعني انت راح تشيل حاجه تاخد كيس بلاستيك كبير معاك جامد، او كيس ورق، او في حاجات بتبقى بتتحلل بسرعه، لان مشكله الحاجات ديت انها بتقعد مثلا 100 سنه، فممكن حيوان ياكلها او كذا ويقتنب بيها. طيب، من النقطة اللي أنا هركز عليها النهاردة، موضوع البيبر ليس أو الاستهلاك الأقل للورق. يعني أبسط حاجة، لو أنت بتحضر محاضرة بلاش تقعد تمسك ورقة وقلم تكتب، لا حاول تصور اللي بيتقال أو حاول تسجله على الموبايل، بدل ما تقعد نهلك في تشكيل وكراريس وأوراق. نحاول ما نستخدمهاش غير للضرورة، تمام؟ بنحاول ما نطبعش الورق غير للضرورة، يعني حتى في بمغربية بنحاول ما نطبعهاش، تمام؟ لو هنطبعها هنطبعها عشان تتحط في جامعة أو تتحط في كلية كتير هيستفاد بيها، مش هتتبع وتترمي أو تتحط في مكتبة. مش عايزين مكتبة مليانة كتب، عايزين الكتب ده يكون في العقول وليس في الكتاب أو الكشكول أو الحاجات دي. طيب، البيم إيه علاقته بالبيبرلس؟ يعني على سبيل المثال، أبسط حاجة إن أنت مثلا المهندس بتاع الموقع لما بينزل كل شوية ياخد معاه ورقة ويقعد يكتب تشيك ليست كده، إيه الحاجات اللي شافها صح غلط صح غلط، ممكن من خلال التابلت والمربوط بالنت وأوتوماتيك توصل هناك وتعمل أبديت للمعلومات. التكنولوجيا الحديثة وخصوصا مع البيم مع مجال الكونستراكشن بيدينا أدوات كتير جدا تقدر تخزن المعلومات من غير ما تقعد تطبع ورق ومن غير ما تستهلك الورق. مفيش حاجة اسمها أنا أول مرة في الشغل لقيت بيطبعوا كل حاجة نص نسخ. قال لك نسخة من ده للاستشاري، ونسخة للمقاول، ونسخة للمالك، ونسخة تانية تانيين بنقعد ناكل عليهم أو بيكرموا أو حاجة كده. لا، يا ريت نقلل استخدام الورق ونراعي إن الورق ده بيتاخد من الأشجار. فلما أنا بستهلك ورق يبقى أنا كده بقطع شجرة. لا، إحنا عايزين نزرع، عايزين كل واحد بيصمم حاجة يحط فيها إن يبقى فيها نباتات، وفي نفس الوقت ما نقعدش نستهلك الورق، ما نقعدش كل شوية. لا، أنا ما دام تقدر تخزن المعلومة ديت في قلب السوفت وير يبقى أفضل، واعمل باك أب براحتك. المهم يعني الورق معناه جزء من الشجرة، مش عايزين نستهلك أشجار كتيرة، بالعكس احنا عايزين نزيد الأشجار لأن دي بتدينا الأكسجين، وده اللي بيخلي الكوكب بتاعنا يستمر في الحياة.